منظرا مألوفا أن يصطف كل صباح المستهدفين أمام مخبز معل النقهر باستلام حصتهم من الرغيف، ويعتبر أحد المخابز النشطة والمستمرة منذ ما يزيد على 4 سنوات. مخبز معل النقهر تابع لمؤسسة معل التنمية الإنسانية، يعمل ما يزيد على 4 سنوات في توفير الخبز والرغيف المجاني، ويكفل ما يقرب من 700 إلى 800 أسرة على مراحل. طبعا إلى الآن 12 مرحلة طيلة هذه الفترة، 12 مرحلة، كل مرحلة يعني 3 أشهر ويزيد. طبعا ننتج في اليوم 6 أكياس سنابل، وأحيانا يعني يخلط بجانبه يعني شيء بسيط من البر. نحن في مخبز سعيد نستهدف الأسر الفقراء، الفقراء والمساكين والأرامل والنازحين، خاصة في ظل الظروف التي تعيشها محافظة تعز، ولا يخفى على أحد هذه الظروف. وهناك عشرات الأفران والمخابز الشعبية والأوتوماتيكية التي أسستها الجمعيات الخيرية وأصحاب الخير من أجل توفير لقمة العيش للنازحين والفقراء والأسر المعدمة بعد أن أتت الحرب على هذه المدينة وأفقدت الكثير من السكان أعمالهم ومداخلهم. والله ما نقدر نجزيهم، ناس أوفياء ومخلصين وعندهم صبر، يعني متحملين جميع الأشياء بالمخبز هذا، ولنا عدة يعني شهور وإحنا عمل من عندهم، ما نقدر نجزيهم. إنشاء الأفران الخيرية هي تعتبر أولوية من أولويات المؤسسة، تهدف من خلالها إلى خدمة الفقراء والمساكين وكذلك أسر الأيتام، كون هذه الأسر تعتبر شريحة مهمة لدى المؤسسة، فيتم الاستهداف لهم بتوزيع مادة الروتي في فترات الصباح وفترات المساء، كون هذا يعني تلامس الأسرة أولا بأول. آلاف الأسر تستفيد من هذه المخابز التي انتشرت بالكثير من الأحياء في مدينة تعز، ورغم الحرب نجحت بالصمود وتقديم خدماتها طوال العام، مما خفف كثيرا من ألم الفقر والجوع الذي زاد من انتشارهما الحرب والحصار المستمران في تعز.